حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ محمد أبو الخير شكري، عضو المجلس الإسلامي السوري. شيخ محمد أبو الخير، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير جميعا. ما رسالة المجلس الإسلامي السوري للسوريين في الداخل السوري أو في المخيمات أو في الخارج والشتات في هذا العيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا تقبل الله الطاعات في شهر رمضان المبارك وجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأسأل الله أن يعيد علينا العيد القادم علينا وعلى أهل بلدنا سوريا بالنصر والفرج والتمكين إن شاء الله تعالى. أول شيء أقول كل عام وأسرتنا السورية جميعا بخير، وأهلنا في الداخل وفي الخارج وفي الشتات، أسأل الله أن يكونوا بخير رغم مرارة اللجوء التي يعاني منها كل سوري خارج بلده، بل بعضهم من يعاني منها في داخل بلده. أسأل الله أن يفرج عنا وعن الجميع وأن يجعله عيد مبارك إن شاء الله لإخواننا وأهلنا في سوريا جميعا جميعا بإذن الله تعالى. شيخ، ما الرسالة التوحيدية التي يأتي بها عيد الفطر خصوصا للفصائل المتقاتلة في سوريا، عفوا المقاتلة في سوريا؟ لا شك أن يعني عيد الفطر مبارك، بل أعياد الإسلام التي ليس لنا إلا عيدان في الإسلام، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل عيد من هذين العيدين يأتي عقيب طاعة، فيأتي عيد الفطر عقيب طاعة عظيمة هي صيام شهر رمضان المبارك، ليأتي عيد الفطر عقيب هذه الطاعة بيسمى في السماء بيوم الجائزة، ويأتي عيد الأضحى المبارك أيضا عقيب طاعة عظيمة هي طاعة الحج وعقيب عشر ذي الحجة. لا شك أن رسالتي للفصائل الموجودة في داخل قطرنا، أولا لابد أنها جميعا يجب أن تكون في يدا واحدة، وأن تراعي حرمة الدماء، وأن تراعي مراقبة الله عز وجل في كل عمل من أعمالها. أعتقد تماما أن اتحادها ووحدتها سبب أساسي في نصرها، لأن الله عز وجل من سننه أن الله لا ينصر الناس المتفرقين. فأنا طلبي لإخواننا وأهلنا جميعا من الفصائل ومن غيرهم أن يكونوا متوحدين على كلمة واحدة وعلى هدف واحد، ونحن جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى أهل سوريا خرجوا طلبا لعزتهم ولكرامتهم، وأسأل الله أن يتحقق لهم كرامتهم وأن تتحقق لهم حريتهم وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين منصورين مجبورين إن شاء الله. إن شاء الله. عضو المجلس الإسلامي السوري الشيخ محمد أبو الخير شكري، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك جزيل الشكر.